يلي لازم نعمله انه لازم نشيل القناع المزيف عن وجه هارشاد، يعني مافيا ونانديني لازم يعرفوا الحقيقه، وبس يصير هيك منكون سجلنا التاريخ. ايه بعدين ما رح نهتم بالفرقه لانه فيها هارشاد. معك حق كبير، بس وقت تبين الحقيقه نظام الدعم يلي عنده رح يتعطل، وبعدين منكون وحدنا، وبعدين فينا نحن نهتم بامره بسهوله. صح، انت معك حق، وبصراحة رح يكون كتير ممتع. أنا رح ساوي الشغلة وحدي، أنا رح جيب نافيا لهون، لأنه إذا نافيا عرفت حقيقته رح يطلع وش التاني، صح؟ وبعدين هي هرشادي هرشادي، وهيك بتبطل تحترمه. شو رأيكم؟ أعطوني هاي فايف. ديروف، وإنت رح جيب نانديني. تمام، استنوا، ليش هنن ياخذوا المرح؟ انا رح جيب الخسران شهيد. ماشي ماشي، تمام تمام، شوفكن. ماني، ها انت متاكد من هالشي؟ عليا ليكي، بعرف انه اخوكي، بس قليلي شي مره اهتم فيك او اي شي تاني. أنا بعرف، بس شو؟ ليكي أليا، هو طول الوقت عم يضل يحاول إنه يدمر حياتنا، وإنتي بتعرفي هالشي كتير منيح. بقصد ما بدي أحكي عنه، بس هو بده يعمل حاله شخص منيح. ماني، أنا لازم أحكي معك. أنا كنت عم خبي هالشي من فترة منيحة. هدول الأغبياء الاثنين، هارشاد يلي بعتهم بالله، مو هيك؟ أنا وإنتي نعرف كتير منيح إنه ولا حدا غيره بيعمل هالشي، يعني ولا حدا تاني فيه يكون بهالرخص. اسمعي، سواء عجبك ولا لا، نحن رح نوصله ونكشفه. أنا؟ إيه؟ هالشي مو صح. هالكعكة أنا ساويتها بإيدي. واو، مبينة كتير طيبة، فيني دوق؟ لا، هالكعكة لهارشاد. بقصد فيكي تاكلي، بس بعد ما هارشاد يدوقها. أنتي كتير بتقدري، شكلك عشقانة. نافيا، صار شي معكم بالغابة؟ إيه، في شي عم يصير من وقت طويل. تعرفي، أنا عم استنى هاليوم لما هارشاد يتقرب مني فيه، بس يمسك إيدي، بس لحتى يلمس وجهي بإيديه، وهو رح يقلي نافيا 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 نافيا. أنا أنا ماني هارشاد. هارشاد في أنا بعرف، مشان هيك أنا عم حاول حطك مكان هارشاد هلأ لهالسبب. إيه، تعرفي أنا تعلمت كيف أخبز الكعك على الإنترنت. حرقت الكعكة 3 مرات، بس الحمد لله المرة الرابعة قدرت تساويها. عن جد كتير حلو. أنتي عن جد معجبة بهارشاد؟ معجبة؟ أنا قطعت هاي المرحلة من زمان. ملكة للدراما، هدي شوي واسمعيني. نافيا، مو كتير منعرف هارشاد، ليش أنتي مستعجلة؟ خدي وقتك، تعرفي عليه وافهمي وتأكدي إذا منيح. لازم تتعرفوا على بعض. أنا بعرف إنه هو شخص مو مثالي، بس ما في شخص مثالي. شوفي رانبير كابور، حتى هو عنده أفلام فاشلة. أنا بفرح إذا بتفرحي. أنا بفرح إذا هو فرح. تعرفي، أنا بظن إني اليوم رح أقول كل شي جواتي لإله. ساويت هالكعكة لهالشي، بس بظن إنه تقديم الكعكة ما رح يكفي، لازم ساوي شي مثل بالأفلام. لقيتها، مسكي هالكعكة وأنا رح جهز لمفاجأة. ماشي، رح تخلي هاي معك، رح تعطيني إياها بس أطلبها منك. ماشي، رح جعتني نافيا. أنا رايحة جهز للمفاجأة. شفتوا هارشاد؟
هو حتى ما عم يرد على المكالمات. انت مثل الاولاد الصغار عم تبكي؟ عن جد شي بيضحك. كبير، شو صار؟ روز. روز؟ ما عم لاقيها. أنا عم حاول دقلها بس ما عم بترد علي أبدا. هي روز، دورت بكل الجامعة كلها. أنا حذرتك، هالبنت بتهرب وخلي عينك عليها. أنا كان لازم أسمعك من قبل. رح تساعديني دور عليها؟ أنا؟ أبداً. ملكي هاد فخ أو خطة. خطة؟ شكلي شكل واحد قاعد بده يرسم مخططات؟ بتعرفي في جملة سمعتها من شي مكان ما بعرفه، المحب الحقيقي فيه يفهم. أنا سمعتها بشي مكان. معك حق. طيب بلكي هرشان كان معه. اسمع، رح لاقيها. أنا بساعدك. يلا خلينا نلاقيها. يلا بسرعة. وين نافيا؟ لهلأ ما رجعت. مبينة طيبة كتير، بدي آكل منها. مفاجأتها رح تنتزع. أوف يا رب، شو هالعذاب الصعب هاد؟ في كيكة وممنوع إني آكل؟ هاد أبشع شي صار بحياتي. إيه شو يلي عملته؟ أنت وقعتي الكيكة، شو مشكلتك؟ ما فيك تشوف؟ شو ساوي هلأ؟ صح، ما بشوف. قول آسف، قول آسف. روحي من وجهي. ماني اسمع، أنا هلأ مالي خايفة منك أبداً. أنتي لازم تخافي مني أنا، لأني بالنسبة إلك وحش الحقيقي ماني. ماشي؟ وقف، قول إنك آسف. سمعتني شو قلت؟ اسمعي، بعدي عن طريقي. ماشي؟ أنت بتعرف هلأ شو ساويت؟ نافيا هي اللي ساوت الكيكة بكل حب. هاد شغلها كله، هي محاولتها الرابعة. أجيت ودمرت كل شيء، وهلأ فهمني شو رح قلها. يا بتخرسي يا أمّا. آسف. ليش تأخروا نافيا ونانديني؟ شهيد،
واتساب. شو بدك؟ شوف أنا فكرت إذا الـ NH3 والفاب 5 قرروا يكونوا رفقات لهيك بظن لازم نكون رفقات، صح؟ شو رأيك؟ رفقات؟ إمتى هالشي؟ عن جد؟ ما خبرك هارشاد؟ رح أقلك رح تفكر إني عم كذب. صدقني نحن كلنا تغيرنا، كل شي صار كان مع موقتي القديمة، هلأ الجديدة. أو تطلع على حالك، أنت تغيرت كتير، أنت صرت كتير واثق من نفسك وذكي. وحلو ولا هيك منصير رفقات عن جد؟ ايه عن جد. تعرف حظي كان سيء ما عرفتك من قبل، بس نحن ما لازم نحكي مع بعض. ماشي إذا ما بدك توثق فيني. باي. موك تستني رفقات. يا ربي شو بدي أساوي هلا؟ شوفي في مشكلة؟ نافيا عطتني الكيكة اللي دير بالي عليها. وليك شو صار؟ هداك الأجدب ماني. رح اترككن لحالكن، حلوا كل مشاكلكن اللي عندكن مع بعض. كل شي تدمر، ما عندي أي فكرة شو لازم ساوي. هاتيا ديروف، شو بدك تساوي فيها؟ اشتري كعكة. نافيا ما رح تلاحظ الفرق. ما فينا، نافيا رح تعرف، هي حطت كل جهدها فيها، رح تنتبه. بعرف مكان فينا نجيب منه الكعكة، رح احكيكي فورا. ديروف انت المنقذ، شكرا كتير. نافيا كانت رح تقتلني بس انت انقذتني. تعرف هي المفاجأة والكيكة خصوصي لهارشاد. أنا نزعت كل شي ومتضايقة مشانها. لا تحسي بشي، ما بظن إنه لازم تثقوا بهارشاد. ليش؟ الأشياء مو كلها مثل ما بتبين. ديروف طيب هالشي مانو عدل، هو ما بيوثق حتى فيني. هاي روز. هاي هرشاد، أنا ما شفتك حتى. كنت عم تحكي مع حالك؟ ومين هو اللي ما بيوثق فيكي؟ خلص انسى ما بيأثر. استني استني، ليش أنت متوترة؟ أنا متوترة؟ إيه؟ مبين أني متوترة؟ إيه؟ هون في خطوط توتر؟ هون؟ عندي خطوط توتر كتير؟ إيه؟ رؤي خلينا نعمل شغلة تشيل التوتر. بس قليلي شغلة، مين هو الغبي يلي ما بيوثق فيكي؟ غبي؟ لا تقول على كبير غبي، كبير هو حبيبي، أنا كتير بحبه لكبير. ولا قلك خلينا نقول عليه غبي، هو حتى ما بيوثق فيني، هو مفكر إني أنا رح حبك، وهو حتى ما عم يخليني أحكي معك. بتعرفي شو؟ أنا بعرف كبير ليش عم يساوي هيك. ليش؟ لأنه هو غيور. وانت بتعرفي ليش؟ لأنه هو عنده حبيبة بتجنن مثلك. شفت؟ انت كتير ظريف، انت عم تفهمني على الأقل. هداك كبير
غبي غبي غبي. أوبس. لك ساوي لك شي شغلة هرشاد، عم بحترق أنا، ساوي شي. اعمل شي، أنا كثير عم بتوجع. تعال تعال. عم تحرق عم تحرق. أنا رح ساعدك، استني. آه عم تحرقني كثير. هيك منيح؟ هيك أحسن. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Harshado. Happy birthday to you. وأخيرا هارشاد القديم إجا. كان هاد تخطيطك صح؟ يا شباب يا شباب اسمعوني، روز كانت بمشكلة، أنا بس كنت عم ساعدها ماشي؟ صاحبي اللي شغلي وحدة بس، كيف فيك تكون كتير سيء؟ وشو؟ أنت عم تستخدم حبيبة رفقاتك بمشاكلنا؟ أنت مجنون شي؟ كبار يا رجل. هارشاد أنت عم تحكي عن بنت، ها؟ مزبوط؟ خليني ذكرك، أنت بتعرف بنت اسمها موبتي؟ هنيك تتذكر؟ ها؟ انت خربت حياتها هارشاد وانت عم تحكي عن البنات. طلع على هدول التنتين المسكينة نانديني، هي مفكرة انك مأنقذها، هي ما بتعرف انه انت الشخص يلي بعتها الاغبياء. وانت عم تحكي عن احترامك للبنات؟ ها؟ بالله عليك عن جد ماني اللي شغلة وحدة، كيف فيك تكون بهالولدنة؟ بقصد كل الوقت انت بتثبت لي انك اغبى واحد بهالعالم، عم تفهم؟ غبي. ايه هارشاد شو اللي عم تحكي عنه؟ انت عم تحكي عن حالك بعد ما انكشفت هون قدامنا. قول للكل شو ما بدك حتى هنن بيعرفوا انت عم تساوي هالشي لحتى توصلي الي وتكسر الفاب فايف. بس هارشاد شوف، نحنا واقفين كلنا سوا. ليزا لا تضيع لي وقتي، يلا بسرعة. يا شباب شوفوا شو يلي عم يصير هون، في شخص مسكر تمه وما عم يحسن يحكي. شو يعني هذا الشيء؟ هذا بيعني في شخص انحط قدامكم تحت أمر واقع، صح كلامي هارشاد؟ ها؟ اعترف انك انت يلي سويت هالمشهد عند غرفة البضاعة بس لحتى توصل لي من خلال دانديني. ليزا قلن ماشي، اولى مرة وحدة كرمالي، بس مرة. خلاص خلاص خلاص. هارشا هارشاد مو وقت الأفعال، لا تكون يأسان كتير، هلا وقت الحكي بالصوت العالي. يلا بكفي هارشاد. بترجاك اتركه، بترجاك. آليا انت بعدي من هون. هارشاد ما ساوى شيء. شو عم تعترفي؟ هارشاد ما بعت حدا. لك مين يلي بعتون؟ آليا خليكي برا الموضوع. ماني انا يلي بعتون. آليا انت عم تدافع عنه.
صدقني أنا بعدتهم. ماني واقف قتال، عم اقول لك انا اللي بعدتهم. عليا انا ما عم بقدر صدق هالشيء، ما عم بقدر صدق، هذا الوطي عمل هالشيء. ما كان عندي الشجاعة. ما استرجيت الا خلص بس حاجة تدافع عنه، دافع عن هذا الوطي. يي لك ماني بترجاك. ماني اتركه، بترجاك صدقني. بادي عليا ديروه. بترجاك تخبره، ما عم يصدقني. ديروف انا كتير آسفة ماني، بعرف اللي عملته ما بينغفر، بس انت لازم تعرف اني ما كنت عم فكر. شو بقدر ساوي؟ صار لي معك 7 سنين وانت عم تروح مني بسبب هديك الفاشلة نانديني. شو فيني ساوي غير هيك؟ بس قلي، ما كنت واعية بوقتها. بتمنى تصدقني أو بترك الجامعة. وقفي وقفي وقفي. ماني ماني رفيقي، أنا لما كنت عم أحكي مع آليا هي كانت كتير خايفة، هي فكرت إذا أنت عرفت رح تتركها لحالة، وأنا كمان وعدتها إنه آليا والفاب فايف ما رح ينفصلوا. وأنت ما سألت عني؟ عادي روف؟ ما فكرت فيني ولا بصداقتنا؟ انت ما اهتميت بحمايتها، كنت مشغول. قلي ديروف، قلي. انا وثقت فيكم، انتو بتعنوا لي كل شيء بهالدنيا. قلي انتو شو عملتوا؟ شو عملتوا؟ انت يا رفقاتي خليتوني يبين مثل الأجدب قدام الكل. الكل بيعرف، حتى هارشاد عرفان. أنا ما كنت عرفان بكل شي عم يصير حوالي. ها؟ مو عرفان. ماني رجاء ديرو، رجاء انت خنتني، انت خنتني. وهلا قلي لشوف في شي تاني اعرفه. احكي احكي ديروف، احكي لي. انت ما رح تحكي. نافيا، أنا أحياناً بتساءل إذا في حدا حياته مليانة أحداث أكتر مني. بقصد أحياناً الباقي بيضل بيصير معهم أحداث طول اليوم وكل جنان بجنان،
لا تخليني قلك، انت عم تفكري بيلي عم فكر فيه؟ ماني اكيد معه حق، هارشاد استغلنا كل الوقت، بس ضد الفاب فايف. انا ما عم اعرف الصح من الغلط، انا صدقت كل شيء قال لي يا هارشاد، بس اذا ماني عم يحكي الحق معناتها في كتير بنات مثل روز وموكتي بحياة هارشاد. بدي أعرف. نافيا لازم نتناقش معه، نحن لازم نروح ونوضح كل شي مع هارشاد، نحن لازم نناقشه، كل شي رح يكون ضابط وواضح، نحن ما فينا نوثق بحدا. يلا خلينا نروح. يلا هلأ؟ ايه نافيا هلأ، يلا تعي تعي. شباب لازم نحكي. قهوة؟ نافيا؟ السبب انه قربت منكم انه انتو يا بنات كنتوا اهداف. شوفوا انا شفت الاف من هالطلاب عم يتعرضوا للتنمر من الفاب فايف، هون انا قررت اني بدي اوقفهم، والطريقه الوحيده اللي نوقفهم فيها نكون اقوى، وهذا اللي صار. صح، هذا هو السبب اللي بس بدهم يكسرونا فيه، اتحادنا وقوتنا. وهن اللي بعتوا لي روز، وليش كل هاد وكله لحتى يخدعوني مو شي تاني. أنا شفتك وقت كنت عم تلحقها. معك حق، أنا كنت عم إلحق روز بوقتها، بس أنت بتعرفي السبب ليش؟ شو الحقيقة اللي ورا هالشي؟ لأنه حلوة مو؟ عن جد نافيا؟ هيك بتظني؟ ماشي، في حقيقة تانية، روز مو حبيبة كبير، هي ما عم تواعده. كيف حتى بتعرف إذا كبير عنده حبيبة ولا لا؟ مو كل شي بيتعلق بريشاب بهمك؟ ليش عم تفوت ريشاب بهالقصة؟ لأنه أختي علقانة معهم. شوفوا أنا رح كون كتير صريح، أنا بس بدي دمر الفاب فايف، وأنا بس بدي تكون أختي برات الموضوع. أنا فيني ساوي أي شيء من شان أختي، وفيني كمان أنزل لأي مستوى بس من شان أنقذها. هارشاد أسبابك عم تتغير، أول شيء قلت من شان الطلاب وهلأ عم تقول من شان أختك. وشو من شأن موكتي؟ عن جد نافيا؟ أنت عم توثقي بشو قالت لك موكتي؟ بنات فكرت إنكم أذكى من هيك. ماشي، انت نسيتي الحادث تبع شاهيد؟ الطريقه اللي اغرته فيها لشاهيد وعذبته كثير لشاهيد، لمدى كان فيه الشاب رح ينتحر وتنتهي حياته ببساطه. هذا الشيء تماما اللي ساووه معي، تماما. بالبدايه موكتي جذبتني، وبعدين عذبتني لمدى انا كنت بوقتها رح انكسر واتدمر، بس نفذت. أنا تحكمت منيح بحالي، وبظن إنه هذا هو السبب اللي بسببه هي معصبة مني، لأني أنا ما خسرت حالي. شوفوا أنا ما فيني أعطيكم تفاصيل أكتر من هيك، ماشي؟ أنا كتير بوثق فيكم يا بنات، وإذا بتظنوا إني عم كذب أو إذا عم استخدمكم، لكن هاد بيكون من حظي السيء. كلنا منعرف بقصد عن جد،
أنا كتير رائعة. مشهد كتير كبير صار بسبب تمثيلي حبيبي. أنا ما مثلت منيح؟ إيه كنتي منيحة منيحة. كأنه كان هرشاد واقف هنيك وأنا كنت كمان واقفة رجاءً سكتها بأي طريقة. أنا بحاجة أحكي معها لو سمحت. بيبي. إيه حبيبي. فيك تمثلي إنك عم تطلعي لبرا؟ أكيد. ورجيني هلأ؟ طيب. آليا انتهى كل شيء. أنا خسرت ماني للأبد وهلأ بسببي الفاب فايف رح يتدمر. آليا بعرف موقتي. كل شيء انتهى وكل شيء انتهى بسببي. أنا خزلت ماني. أنا خزلتكن. أنا ما بعرف كيف ساويت كل هاد الشي. شو كنت عم فكر؟ آليا هدي. اللي صار مو هيك. انتي وماني أقوى بكتير وكمان الفاب فايف ما بينكسروا. حتى ولا شي انتهى. المشاكل بتصير. رجاء حاج تلومي حالك. كوني قوية. نانديني ممكن تعطيني الشاكوش؟ وبدي سلك كمان لأن بدي أحط الأعلام هون. أوه شو عملت ماني؟ Thank you.
قبل ما تتهمني خليني خبرك بكل شي صار. يلي صار كان لا مني ولا من هارشاد. أنا سألتك شي؟ وانتي بتضلي وفية لهارشاد؟ يا إلهي ما عم صدق. بقصد بشعر بالأسف عليكي عن جد. أنا بزعل عليكي. انتي بعدك بتصدقي هداك الخسران؟ هارشاد صديقي وأنا بوثق فيه بعكسك انت. يا إلهي صديق عن جد. تعرفي انه هداك الأجدب ما بيعرف حتى الصداقة؟ ها؟ انتي ليش ما عم تفهمي؟ انتي رح تنتهي بمشكلة. انتي رح تنهي حالك بالأخير. ماشي انتي ما بدك تسمعي عراحتك. انا بعرفك انتي غبية. انت ليش بتعرف عن الصداقة أساساً؟ انت تركت كل رفقاتك. لا تحكي هيك انا عم قلك. ليش الحقيقة بتضايقك؟ الصداقة ما انكسرت بسبب آليا وديروف. هالشي بسببك بسبب تكبرك وعصبيتك. تعرف ليش آليا وديروف خبوا عنك هالشي؟ لأنك بتضل معصب. انت مالك معصب لأنه بعتولي الأغبياء، لأنك عملت فيني أسوأ من هيك. فهمت ماني؟ عن جد؟ ها؟ عن جد انت عم تدافع عن آليا؟ آليا هي اللي بعتت هدوك الأغبياء من شان حضرتك. تتذكري انك كنتي عم تبكي هداك اليوم لأنه أنا ضايقتك. هي رعبتك كتير. تتذكري هذا الشيء؟ ليش انت بتتذكر كل شيء سويت لي اياه؟ انت كسرت قلم ابي وبعدين خليتني انظف لك بوطك. لك اخرسي وليه؟ ليش؟ ليش لازم اخرس؟ ما بيأثر اذا انت بتعرف، بس المشكلة اذا حدا تاني سوى هالشيء. ليش؟ لانه آليا يلي عملت هالشيء مو ماني. انا ما بعرف اذا رفقت هارشاد رح تنهيني لما لا، بس انا بعرف انه تكبرك رح يكسر صداقتك. بطل تكبر والا البابايف رح تتدمس. معي والا بطل تكبر والا البابايف رح تتدمس. أي ميوزيكانا ولا طابور؟ كتير زحمة. خلصنا صح؟ لنروح. وينك؟ توقيع ماني مانا هون. اسمع هالتوقيع ناقص بس اسمه موجود صح؟ أنا بظن أنه خلصنا. خلينا نروح. اسمع ما دخلني. السيد الدكتور رافار قال لي إنه ما فيني أقبل الصيغة حتى يكون كل أعضاء الفرقة مسجلين. لهيك آسف. اسمعي يا صديقي، بصراحة بتعرف؟ السيد رافار أجدب، ما بيهم شو بيقول، أنا المهم. لهيك سجل اللي عم بقوله وأقبله ومنكون خالص. ماشي؟ لا تأخرنا. قواعد بتضل قواعد وبتنطبق على الكل. إذا الفاب فايف ما قدرت تجيب توقيع ماني على هالصيغة ما في مشكلة، هن رح يعزفوا بدون ماني أو يمكن ما يعزفوا بالمرة. خيار خياركم. تبعاً للقواعد بينتهي التسجيل الساعة 4 وما ضل معك غير 5 دقائق لتصير الساعة 4. إذا ما قدرت تجيب توقيع ماني هلأ فيكن تغيروا اسمكن للفاب فور. اتصل بماني بسرعة. يلا خلص وقت التسجيل، خلينا نروح. استنى دقيقة. We'll be right back.
ضغوط الوقت سيدي. لسه في 3 دقايق للأربعة. قواعد ما بتتغير. هلا فيك تسكر العداد طبعا والفاب فايف. رح تقدم. رح نقدم سوا. وانت رح تشوف. نحنا رح نربح نربح. ناطرين أدائكم. يلا روح. آليا، أنا بدي حاكيكي. شباب، يلا رح نتدرب بعدين، خلينا نروح هلأ. ماشي؟ أنا مشغول. طيب ديروف، أنا بدي أحكي معك، فينا نحكي؟ ماني، شكراً، شكراً لتفهمك، شكراً لأنك أعطيتني فرصة. عم بعطي لصداقتنا فرصة آليا. عم بعطي فرصة للفاب فايف. ماني، شو عم تقول؟ شو صار لك؟ آليا، أنا وأنتي ما بظن رح نكون مثل قبل. بس ماني، هدول نحن، أنا وأنت، بس نحن مكتوب لنا نكون سوا للأبد. نحن كنا، نحن أكيد كنا، بس هلا كل شيء انتهى، كل شيء انتهى، كل شيء انتهى، كل شيء. لماني أي شيء؟ إذا أنت قلت له فهو أكيد حيعصب، وإذا هو عصب أكيد حتنفصله. أنا بعرف قديش مهم الفاب فايف بالنسبة إلك. آسف عالشي اللي صار معك وضايقك. ليش عم تقول آسف؟ أنت ما بعدت الأغبياء. بصراحة بصراحة أنت ساعدت صديق، وهالشي بيثبت انك صديق منيح. صديق منيح، منشان هيك جرحت ماني. بس احكي معه لمره واحده وكل شي حيكون تمام. ما حسنتي تحكي معه؟ انا ما جربت حاكي. شفتك برات الصف. ديروف، ماني وأنا ما ممكن نحل أي شي بيناتنا، رح يكون شي عميق هلأ. وعلى أي حال أنا ما قررت حاكي أبداً، كل ما بدي أقول شي صحيح أنا بحكي بالطريقة الغلط كتير، لهيك ماني رح يكرهني. وهلأ هو ما بيوثق فيني حتى. احكي معه ديروف،
فيك تبني الثقة. بس أنا لازم اختار بينك وبين ماني لحتى أقدر ساوي هيك. أنت معك حق، أنت وماني ما فيكم تحلوا مشاكلكم. ديروف نانديني، آخر مرة أنت تدخلتي وأنقذتي صداقتنا، بس هالمرة لازم أنقذ صداقتي أنا وماني. لازم أقطع علاقتي معك. كنت تقلي إنه الفاب فايف بخير، فكل شي رح يكون بخير. أنا استوعبت إنه أنت بتخبي أسرار، لهيك خدي هذا السر كمان مشان مصلحة الفاب فايف. كبه گردشو کا مارا ख्वाहिशों से हारा रूठे चंद का है चकोर जरा से भी समझो कैसे ये परहेज रखता है तू माने ना कभी कोई जोर दुनिया जहां की बंदिशों की तेरी डोर मन चला मन चला तेरी ओर मन चला तेरी ओर खामोशियों की जुर्दों में ढूंढे तेरा शोर मन चला ما بعرف ما عم يطلع معي أي شيء كثير من الأشياء السيئة بس في شغلة وحدة أنا فرحان فيها ماني عم بيحكي لأنه إذا سكت بيصير شخص تاني بيخوف بتظن أنه ماني سامح آليا بعد اللي صار؟ ما بعرف بس بعرف أنه ماني ما رح يخلي الفاب فايف تتدمر الآن؟ لا أبداً ماني وآليا مع بعض من صف السابع هن انخلقوا لبعض وفوق هالشي الفاب فايف بيقولوا لازم تتقبل صديقك مع كل زلاته لهيك صح؟ يمكن أستاذ خلص الدوام اليوم طلع بروح وقت ما بدي أنا ما بيهمني وقتك قلت لك طلع لبرا طلع لبرا طلع لبرا فهمي لو سمحتي إذا أنا جبرته بخسر وظيفتي وإذا ما بسكر الجامعة على الوقت بتقلع أنسة رجاءً وضحي له
كيف بتتجرأي؟ انت انقذت الفاب فايف، لهيك لازم تكون مبسوط. لا تفكري حالك عم تحسي فيني فخرسي. انت كتير محظوظ، بعد كل هاد يلي عملته لازم يكونوا رفقاتك رح يساووا شي، لازم تكون مبسوط. ديروف كان خرسي. لا تحكي عن ديروف. بس ماني انت بتعرفي نانديني انه كان يوم صعب علينا وفيه احداث كتير مع هارشاد، بعدين آليا، بعدين ديروف. بس انا هلا استوعبت انه في شيء يمكن صار منيح اليوم، ها؟ انه انت ذكرتيني، صح؟ انت ذكرتيني بكل الشغلات السيئه اللي عملتها انا، وعم تذكريني كمان قديش انا شخص سيء. لهيك انا بقترح تكوني خايفه مني. ماني القديم ليك ورجع، ليك ورجع، ليك ورجع. وانتي هون صرتي لحالك، هالشي مو منيح بنوب. شو رأيك؟ فهمتي؟ انت ما فيك تعمل اي شيء ابدا. ماني مالهوترا، بوعدك حيجي يوم وحدا يفهمك قديش انت غلطت بحق العالم. آليا، انت شو مشكلتك؟ بقصد انت فكرتي انه ما بقدر وقف بوشه لماني؟ انت كتير جذبه، ما كان لازم تعترفي. لا ولا ماني جذبه، انا اضطريت، عملت كل هالشي مشاني اكثر من اي حدا. عم حس اني احسن بكتير بعد ما اعترفت، ارتاح ضميري. عم تحسي احسن؟ عم تحكي عن جد؟ ايه، هذا الذنب عم يقتلني. حتى بعد خسارة كل شيء؟ خسارة؟ آليا، أنا وإنتي ما بظن رح نكون مثل قبل. مثل قبل. أنا استوعبت إنه إنتي بتخبي أسرار، لهيك بدي أقلك خدي هذا السر كمان. الفاب فايف مع بعض، وبما إنهم مع بعض فأنا ما بظن إني خسرت أي شيء. و آليا، أنا عن جد بدي أعرف من وين ماني عم يجيب كل هالولاء، مع إنه بكل مرة بيخبص. صدقيني بترجاك، خلص اللي صار قبل سنتين كان مقرف، بسبب هالشي نحن استوعبنا إنه فينا نحارب أي حدا ونحن سوا، الفرد للجميع والجميع للفرد. هرشاد ما بعت حدا. لك مين بعتون؟ أنا بعت، أنا بعتون. أنا ما بعرف إذا رفقت هرشاد رح تنهيني لما لا، بس أنا بعرف إنه تكبرك، إنه تكبرك رح يكسر صداقتنا. بطل تكبرك وإلا الفاب فايف رح تدمر. أنا كنت عم استناك، وإجيت فوراً لما دقيت.
احكي لي. تركت أنا وآليا. إيه عرفت. هلأ كله تمام، هاد كل شيء، خلصت الحكاية. لا، عندي إحساس إنه ما خلصت. رفيق إيماني اللي بعرفه مو بسهولة بيستسلم، وبتمنى ما يتغير هالشي. ديروفيا اللي بعرفه أبداً ما بيخبي أسرار. أولاً بتخبي سرك مع نانديني، وهلأ هذا السر الوقت عم يتغير، ونحن كمان. أنت تغيرت وأنا كمان تغيرت. رفيقي، أنا بدي نكون مثل ما كنا من قبل. من شان هيك قلت لنانديني إنه ما عاد بدي يكون رفيقة بعد هلأ. بالنهاية كل المشاكل والقصص بتبلش معه. أنتي لساتك وفية لهارشاد؟ أنا بشعر بالأسف من شانك، عن جد أنتي مثيرة للشفقة. لساتك عم تسمعي لهذاك الخسران؟ هذاك الأجدب بيعرف معنى الصداقة؟ ها؟ ليش ما عم تفهمي؟ أنك رح تنتهي بمشكلة كتير كبيرة. أنتي رح تنهي حالك نانديني. أنا ما بعرف إذا رفقة هارشاد رح تنهيني لما لا، بس أنا بعرف إنه تكبرك رح يكسر صداقتك. بطل تكبرك وإلا الفافايف رح تتدمر. نانديني، انت اخر مره تدخلتي وانقذتي صداقتنا، بس هالمره رح انقذ صداقتي انا وماني. لازم اقطع علاقتي معك. الو، اهلين نافيا، شوفي. انا عم حس بالخنقه بقوطي، ما عرفت شو بدي ساوي، لهيك اجيت وفكرت قلت بحكي معك. كتير صار أحداث اليوم، راسي مليان بشغلات كتير فظيعة. بس بتعرفي أنا لازم قلك بشو عم فكر. أنتي بتظني إنه هارشاد شاب منيح، بتمنى تساعديني لأنه أفكاري مخربطة كتير. أنا دقيت لك لأني بوثق بأفكارك وحابة تساعديني. بشو عم تفكري؟ أنا عم فكر إنه الواحد فينا لما الواحد بيتخانق مع التاني كتير بيكون هذا اهتمام أو حب أو ما إله أي معنى. نافيا، كتير حلو، أنت حكيتي شي كتير ظريف. بقصد قديش أنت مفكرة. أنت لازم تفكري دائماً، كتير حلو. أول مرة ببتسم من الصبح لهلأ. حاسة بسعادة. اسمعيني، روحي نامي، انتي صديقتي الحقيقية. ماشي، أحلام حلوة. وإلك كمان، انتبهي على حالك. باي. لهيك تبعا لتحليل نافيا، ديروف وخناقاتنا رح يخلوا صداقتنا أقوى بكتير. هارشاد نادلنا للأداء، ما فينا نتأخر، نحن لازم نحضر للمسابقة بكرة. متقاتلين ولا شو؟ بعد ليلة مبارح كتير من الرفقة خسروا بعضهم، مثلي أنا وديروف. أنتي وديروف؟ ماني السبب؟
أنا بظن إنه لازم تعلميهم درس شي يوم. شو عم تحكي أنت؟ قصدي لازم تضبطي. استني استني، إذا بطلتوا تكونوا أصدقاء هاد ما بيعني إنك تنتحري. شو عم تقولي أنت؟ حاج حكي فاضي. أنا بعمري ما شفتك بتلبسي شال ولافيتي هيك، فكرتك عم تخططي لشي يعني. هاد الشال جابولي من جوا عمي وعمتي، قلت لحالي بلبسه. من جوا؟ فيني يلبسه أنا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.